نظمت هذه الحملة التوعوية في إحدى مناطق بغداد، الغاية منها حث المواطنين على خوض غمار العملية الانتخابية بغية تجنب ضياع أصواتهم وتضييع فرصة تحقيق التغيير. هذه الحملة تنطلق الآن من بغداد الكرخ من منطقة المنصور ابتداء منها، وهي هدفها حث المواطنين المشاركة بانتخابات المجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم سنة 2023. أنت تدري المفوضية أكملت جميع الإجراءات اللوجستية والعملياتية والأمنية بعد إسلام جميع مراكز الاقتراع من قبل وزارة التربية لحث لتهيئة الأمور اللوجستية والتدريبية وجميع الأجهزة الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات. لكن المواطن يجد أنه لا جدوى من المشاركة في الانتخابات، وهو موقف تولد على خلفية تجارب سابقة ولدت تراجعا في ملف الخدمات. أنا لو مستفيد كمواطن من مجالس المحافظات ما أعزف على الانتخابات، كان رحت حدثت بطاقتي، سجلت وانتخبت. مجالس المحافظات قلت لك يعني حلقة زايدة ما لها أي داعي، يعني راح يزيدون ميزانية، كل واحد يأخذ له مليونين أو ثلاثة، وهو المواطن حسرة عليه الأدوية، حسرة عليه الماء. ولا تحتاج الأوساط الشعبية سوى أن تلتمس خدمات حقيقية تقدم لهم لتكون عاملا في إعادة الثقة مع المواطن الذي عانى كثيرا. من بغداد فاروق صالح، السومرية.